بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق العم الفاضل محمد صقر المعوشرجي، أحد الرجال الذين وضعوا بصمتهم خلال عملهم الوزاري وعضويتهم في مجلس الأمة. والراحل عم محمد صقر المعوشرجي وخلال شغله للمنصب الوزاري كان مثالاً للسياسي المتسلح بالنضج والحكمة والرزانة، ونموذجاً للوزير المخلص المتحلي بقيم التعاون والتواصل مع الآخرين. لقد كان الراحل قريباً من الجميع، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وكان تجسيداً حقيقياً للسياسي المترفع عن صغائر الأمور والمتخلق بأخلاق الفروسية والشهامة السياسية. فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني وأختي أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.